أذهب إلى زميل خليل كلاعي مراسلنا في تونس. خليل، يعني جملة إقالات وأيضا إجراءات إضافية اتخذها قيس السعيد خلال ساعات متأخرة من ليلة البارحة، ضعنا في آخر التطورات التي تتعلق بالمشهد السياسي في تونس في البداية. سبق وتحدثنا عنه أمس، قلنا أنه من المتوقع أن يمضي الرئيس التونسي قيس سعيد في مجموعة من الإقالات تشمل مسؤولين في الدولة، وهذا بالفعل ما وقع. أهم إقالة على رأس القائمة التي أعلنت مساء أمس من إقالات المسؤولين في الدولة شملت وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري توفيق العيوني، والكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، ورئيس ديوان رئيس الحكومة المقال المعز لدين الله المقدم، فضلا عن مجموعة من مستشاري رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، وكذلك مجموعة من المكلفين بمهام في ديوانه وفي رئاسة الحكومة. إذا لا يعرف إن كانت هذه الحزمة من الإقالات ستكون يعني ستتوقف عند هذا المستوى، ستتوقف عند هذا الحد، وستكون هناك إقالات إضافية لمسؤولين آخرين. قلنا بالأمس أنه رغم أن الرئيس قيس سعيد قد حاول بعث رسائل طمأنة خلال لقائه بمنظمات المجتمع المدني بشكل متتال، أن هذه المنظمات بعثت بدورها من خلال بياناتها التي صدرت أثر هذه اللقاءات برسائل مقابلة تشي بأن هذه المنظمات المجتمع المدني في تونس لازال متخوفا، يطالب بخارطة الطريق، يريد أن يفهم ما الذي ينوي الرئيس قيس سعيد فعله. وكنا أشرنا إلى أنه لا أحد يدري على وجه الدقة ما هي خارطة الطريق التي يود الرئيس أن يسلكها في الأيام القادمة. إذا من الواضح أنه المجتمع المدني هنا في تونس شأنه في ذلك شأن كل الطيف الحزبي، لديه مخاوف، لديه خشية حقيقية من أن تنحرف الأمور، خاصة وأن التأويل الذي قام به الرئيس التونسي للفصل 80 وتجميده لعمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه كان شاذا بين ظفرين في علاقة بالفصل 80 الذي لم ينص حرفيا على هذه الدستور، وبالتالي هناك خشية حقيقية من أن تذهب الأمور إلى مآلات أو مستويات أخرى تنجر عنها تضييقات على الحريات ونقوص عن المكاسب والحاصل الديمقراطي الذي أنجزته البلاد خلال السنوات الماضية.